20 بوطه مثلا زادك فيها واحد 300 درهم وراك غتزيد في البطاطا في الثمن. انا اللي غنستهلكها في اخر البطاط، اذا كتضحك عليا. واش ما تابعتوش في المغرب شكون اللي كيتصا دابا؟ اش دارت المؤسسات الامن؟ ولينا عبعضياتنا الصحفيين كندابزو، شكون اللي بوليسي اكثر؟ شكون اللي وطني اكثر؟ واحد الوقت كان الصراع مع النيابه العامه، كان الصراع مع وزاره الداخليه، مع البصريه، كان اخطر مولا. اليوم رجعت المؤسسات اللور اول خرجونا اليوتيوبرات والتخوين. شو اللعبه اللي وقعت ديك العمليه؟ كانت شوف راه يسمعوا المخابرات اللي ضد الدخول مثلي يسكتوا يخافوا. قالوا قول قول المخابرات شكون اللي يدير دابا؟ بلاتي انقلاب على المغرب ولا خوتي المغاربه؟ مرحبا بكم. ما علاقه المثلي بالمخابرات المغربيه؟ هذا سؤال على طرف ديال لسان عديد من المغاربه. علاش الحكومه زادت في البوطه؟ واقع البوطه. هذو جوج مواضيع نوقف عندهم بالتفصيل. قبل منها خليوني نمر مرور الكرام على النقاطات بسرعه. وفاه رئيس الايران والمرافقين ديالو، بينهم وزير الخارجيه. نعزي من موقعنا الصحفي المتواضع الشعب الايراني في هذا المصاب الجلل، ومع كامل الاسف. خليني نقول واحد الكلمه بخصوص هذه القضيه. راه حتى واحد ما يتجدر على شي واحد في حبنا لبلادنا، ولكن المغاربه ربما بعض الناس كيديروا بحسن النيه، ما نتشفاوش عباد الله في الوفاه. شفت انا شي رسوم وشي راه والله الذي لا رب سواه مؤخرا، لكن واحد نحافظوا على اخلاقنا، نحافظوا على اخلاقنا. هذيك راه دوله اسلاميه، عندنا معها مشاكل، راه الدوله ديالنا كتدافع على مصالحنا، ما كاين باس. حنا كشعوب، حنا كمغاربه، خصوصا في الموت كنكونوا مدابزين في الموت وكنتصالحوا. ثقافتنا المغربيه، واش بنادم ميت والطياره وتفركت تحت الارض ومشى عند سيدي ربي، ما عرفنا كيفاش مات، ما عرفناش كيفاش. واحد جالس كينشط مشاعره، ما اثرش فيه كاع داك الموت. تيبانش من معدين هذا، مع كامل الاسف. نمشي لنقطه اخرى، هو التعليم بعجاله. هذا واحد الموقع سميتو انسايدر مانكي، هذا موقع امريكي متخصص في التصنيفات و يعني التحليل. شنو الموقع؟ شنو كلاسه المغرب في التعليم العالي؟ 154. تصور حنا جينا رتبه 154، 154 عالميا. الاولى امريكان، الثانيه بريطانيا، الثالثه الصين. في المنطقه العربيه الاولى هي السعوديه، وكتجي من وراها الامارات. خوتي المغاربه بعجاله شديده، علاش فلوس خصينا ما نخسروا على التعليم ووصلنا؟ علاش 154 هذه المرتبه المخجله؟ هاد المرتبة المخج، علاش ما كنعطيوش قيمة للتعليم؟ السؤال الثاني، واش يمكننا نواجهوا القروض والديون الخارجية؟ واش يمكننا نواجهوا التحرشات بوحدتنا الترابية؟ واش يمكننا نواجهوا المعضلات الاجتماعية من بطالة، من هجرة سرية، من جريمة، من من؟ ما عندكش تعليم. علاش أمريكان قوية؟ حيت هي الأولى في الجامعة. السؤال، علاش ما نجحناش نأهلوا جامعاتنا المغربية؟ فين كاين الخلل؟ واش المشكل ذاتي ولا موضوعي؟ واش فينا ولا عنده علاقه بالاستعمار وفرنسا؟ شنو كينقصنا كبشر؟ اثبت التجربه كاين الطاقات في المغرب. شكون هو منصف السلاوي؟ شكون المهدي المنجره؟ شكون عدد من الطاقات، عدد دازوا في تاريخ المغرب؟ الجابري، العروي، عدد من الطاقات ومن المثقفين دازوا في تاريخ المغرب وباقى لدابا. ها سؤال بسيط، ما الذي يحول دون الجامعة؟ ألف جامعة، ولا جامعة من بين ألف جامعة في العالم حتى جامعة مغربية ما تكلاصات. هذا راه عنوان ديال خص. شنو قدم دابا السميرة ولا اللي قبله؟ راه سؤال جوهري كنطرح، ما الذي يحول؟ عطيوني المشكل. عندنا مناخر، عندنا الشعار، عندنا عينين، عندنا فلوس كنرشدوها، عندنا أين ما نبدلوا في البرامج؟ أين الخلل؟ واش كاين؟ هل هناك إرادة سياسية داخلية ما باغياش الجامعة تكون قوية؟ واش فرنسا هي اللي وراء هذا السبب؟ شنو هو السبب؟ ما الذي يحول؟ نقطة أخرى مهمة، من المسؤول على هذه المرتبة؟ المهداوي. نسولكم واحد السؤال، قرأوا البارحة المغاربة، كاينة إيران مات الرئيس ياكو والمرافقين ديالو الطائرة، كاينة البوطة الزيادة ديالها، كاينة المرتبة 154. شوفوا شحال ديال المحتويات في اليوتيوب تنجت عليا، وما هضرتش كاع على البوطة، ما هضرتش كاع على المرتبة 154 في التعليم. حاولوا تشوفوا هذا البؤس اللي وصلنا له في المغرب. تصور كتجي لشخص او بحال لي انا السبب في 154 في 800، بحال لي انا هو السبب ديال البوطات الزاد. تصور البوطات يحتكوا بها الناس، تصور اللي عندك بشر كيدير محتوى على شخص، مابقاش كتهمو مصالح المغرب، واخا يكون داك الشخص خايب، شنو غتضيف للمغربي تقول له فلان؟ شنو غتضيف له؟ ولكن اللي جيتي قلت له البوطه وابعاد البوطه وضغطتي على الحكومه، تا
تقدر تنقص. مشي تناقشي مع الناس التعليم وتصوروا قدر من اكثر من 30 محتوى البارح نزل عليا. سيروا ديروا في اليوتيوب كتبوا البوطه، شكون يهضر على البوطه في المغرب؟ سيروا ديروا شكون يهضر على التعليم، المحتويات في اليوتيوب. هذا عنوان باش يعرفوا السؤال، شكون صنع هذا الجيش؟ شكون صنع هذا النوع من صناع المحتوى في المغرب؟ واش هذا الشيء عفوي عنده علاقه مع الادسنس وحيت السيد مشهور ولا كاينه جهه بصح كتلهي باش الناس ما يهتموش بملفات بحال التعليم بحال الاسكوبار بحال الزلزال بحال هذا هو جوهر المشكله اخوتي. المغاربه هنا غادي نمشي بعدا وندوز على ابو حفص دغيا. ابو حفص ناط عليه الزقع علاش خدم في كمنتدب قضائي. اخوتي المغاربه الراي عندي الاصل هو تكافؤ الفرص، والاصل هو السن 45 واحترام للسن القانوني للوظيفه العموميه. وقلتها في مناسبه بقات عين نقطه نزيدها لكم. شنو قلت لكم نهار السبت؟ قلت لكم راه كاين مرسوم كيسمح السيد رئيس الحكومه على انه بشكل استثنائي يوظف واحد الانسان واخا يكون عنده حتى 60 عام. المشرع عطى رئيس حكومه ملي كيكون شي حاجه مرسوم اذا قانوني. اذا ابو حفص ما داير حتى شي ديفو في هذا الصعيد. فين كاين المشكل اللي وقع ابو حفص؟ هنا كيبان لك المسؤولي يكون نقص في التجربه. عبد الله ساعف خدم ناس ما شحال عندهم من عام. عبد الله ساعف ملي كان وزير هيئه الانصاف والمصالحه خدمت ناس كبار وفايت السن القانوني، السير عن طريق السي عبد الرحمن اليوسفي. اذا الخطا التاريخي اللي دارته هذه الحكومه وهبي شنو خصك دير؟ ما تخشيش ابو حفص مع الناس في لائحه وتزاحم وتطرح هذا الاشكال. كان خصك تخدم ابو حفص ومشي على ابو حفص حتى من الناس اللي كانوا في السلفيه تحاكموا وداروا مراجعات ووسط اليسار ووسط جمع لي بزاف ديال البشر، قدم شي خدمه للبلاد. كاين ناس قدموا خدمه للوطن ما نعرف فاش. كاين ناس مثلا قدوا شي حاجه يقدر يكون في كورونا داروا شي حاجه، يقدر يكون شي واحد دار شي حاجه للمصالح العليا ديال البلاد، يقدر يكون شي واحد دافع على مصالح المغرب برا، يقدر شي واحد يكون دوز الحبس ظلما وعدوانا، يقدر يكون واحد الانسان مثلا دوز الحبس وكذا وتكرفص وبشقرة وبحث بحال دابا ابو حفص بشقرة ودار الدكتوراه وكذا ما مرضوش الحبس قرا. واهم حاجه في ابو حفص شنو دار؟ دار مراجعه. راه كان متطرف، كان باغي يبلبل البلاد، كان باغي يخلق الفتنه يقتل مثلا البشر. عطيتكم مثال في واحد اللحظه طيش هاد السيد رجع له عقله وعاد الى حاضره المجتمع. بالعكس ولا كيساهم في النقاش العمومي ولا غزال ومتنور وخا كيختلفوا مع الناس. انا مع الدوله بحال هذا الجازيه، انا مع مادام دار هذه المراجعه ودوز 9 سنين تلعب. عنده 4 ولادو، راه عنده 4 ولاد. والله اخوتي المغاربه يا ما هضرت معاه هذاك السيد، كون هضرت معاه مره واحده ما عرفتش شحال هذه. كنت قلت له ندير معك شي حوار. لا ما راكم عارفين علاقتي بوزير العدل، هو تحفظ بادب ولكن فهمت ميساجه لان دار معايا حوار وهبي غينزل عليه، لان وهبي كتعرفوا علاقتنا به كي دايره، سامحه الله. ولكن كنعرف هاد السيد انا والله العظيم عنده اربعه وليداته كيخدم عليهم مسكين، وخدم في عدد من المؤسسات كنعرف بعض يعني مشى للقطاع الخاص وما خلى فين، مكافي على وليداته برافو ليه. دخل كمستشار بكفاءته من بعد بان شنو اللي كيخصهم يديروا، كيخصهم يديروا شي ما يدخيوش في الامتحانات مع عباد الله. هذه تكون مبادره مرسوم كذا ويجمعوا كاع عباد الله اللي داروا المراجعات في السلفيه ولا اللي في اليسار ولا، هذه هي وجهه نظري في هذا. اما بحال هذا دوز 9 سنين المغاربه الحبس 9 سنين، واهم حاجه دار مراجعه نشجعوا الناس باش ما يتطرفوش. هذا لما خدمتيش وشكون قال يرجع يتطرف؟ عابين 7000 قوس راه الجانب المادي كيحل المعضلات. اذا الاشكال في الحكومه هو ما كانش خصو يكون في ديك ما يدوش امتحان بحال هادو، كانوا يخدموا عن طريق مجموعه. واخا بقى لي واحد النقيطه وندخل لهذا الشيء ديال المخابرات والمثلي والبوطه. واحد السيد يعني ما غنسميش، راه قلتها لكم في اخر حلقه اللي شاف اللايف ديال السبت، راه كاين في المغرب خدام في دوزام، خدام في مجموعه اعلاميه اخرى، عنده واحد المشكل. هذاك حلفت بالله قلت لكم ما باقي لا نسميه، يعني ما نسميش ما يخرج سميتو من فمي كاع مره. علاش؟ لان كنت قلت لكم واحد القضيه، الانسان اللي كان انا كنعتبره مجرد من الاخلاق ما كنبقاش نسميه. قبل كنت كنناقش معاه بالسميه لان ما كانش مجرد، عنيف كذا كيظلم. ما معنى مجرد؟ ملي كتقيس شرف وعرض النساء ما جبدوكش، ما جبدوكش صافي، تما كتولي عندي مجرد من الاخلاق. قل عني ما تقول، شي تجيب الارض هذاك صافي، كنقول له انت دوز هكا صافي، سميتك ما تخرجش من هاد الشفات هاد الفم ديال حميد المهداوي سميتك. ولكن عن واحد النقطه وغنقول للناس ما تبقاوش تصيفطوا لي. هذا واحد السيد حتى هو ما نقدرش نسميه، راه كاين في حتى هو كيقيس الاعراض، كاين في ميريكان، والله لا سميته حتى هو.
والله ما كنشوفوا المغاربه. واحد المقطع ثاني عطاوه لي الناس هذه اللي هضرت عليها نهار، كيقطعوا الناس المقاطع وتيقول لي اسمعش كيقول بحال هيك ديال المخابرات، اسمع كنسمعلوش. فرجاء انا المغاربه رجاء، عاوتاني كيما البارح عاوتاني قطعوا لي مقطع كيفاش كيبرر اش كيقول هو. قال لك كانت عنده عاد تخمينات علاقه المثلي بالمؤن عنجيلو، هذا بلاتي نقول لكم هذا عاوتاني قطعوه لي. فانا كنشتكم المغاربه لاخر مره بقاو تصيفطوا لي هاد الناس. ولكن ملي صيفطوا لي دابا شنو كتب؟ قال لك حميد المهداوي والعاده وحادث طائره الرئيس الايراني تزامن مع رفع ثمن البوطه ووجود القجع في اجتماع الفيفا ونهاية الموسم الدراسي والجفاف، لذلك لا أستبعد أن تكون مجموعة الزميل أحمد الشرعي وراء ذلك، وهذا الشيء خطير وراء عندهم تقنيات ديال الموساد الخناشي ديال الفلوس. أنا ما كنتهمش ولكن كاينه مؤشرات، أنا ما كنبغيش نسمي أخوتي المغاربة، أنا عندي الأخلاق وعندي الصرف. وراه اتصل بي مسؤول كبير وقال لي كمل في طريقك، والرئيس الإيراني هذا الشيء اللي وقع ليه مدبر كنت الصواريخ. اش نقول لك؟ شوف نقول لي المهداوي علاش كتجبد؟ لا هذا راه فاعل باين في الاحداث باش كنوريكم فين وصلنا المنحدر باش تعرفوا شنو واقع، واخا نتوما عارفين حيت كاين سياسه الالهاء. علاش غجبت لكم هذا؟ كاينه السياسه، انا نقول لكم حتى ربما شكون مولاها في المغرب. شو هادشي اللي كيوقع في اليوتيوبر والمهداوي وهذا؟ لاحظتوا كلشي كيكتب عليا كيحاصروا باش يلهيوك باش ما ترجعش للاسكوبار تبع المحاكمه، باش ما تمشيش ل 154 تنميه المرتبه الجامعات المغربيه، باش ما تهضرش على البوطه، باش ما تهضرش على اثار الزلزال، كاع القضايا الحيويه اليوم، كلشي غيتشربك، كلشي فيه الفعايل، كلشي خايب، هذا مخطط. دابا السيد نقول لك غير كلمه واحده وغندوز. تصور احسن حاجه خلي المغاربه يجاوبوا. اولا انا شوفوا كنقول لكم ما كنجبدوش. شوفوا المغاربه اش غيجاوبوا، شوفوا المغاربه شو. اصحابه اللي معاه في الصفحه ماشي دياولي. الاول كلنا معاك حتى تشد الاجازه، ثم الماستر، ثم بطاقة الصحافة، ثم نصدقوك. واحد قالوا خارج السياق، الاخر قالوا المهداوي رقم واحد ويبقى انسان يوفق ويخطئ. انقر عليكم حتى انتقادات اللي كاين ليا مرحبا. واحد خو شنو قالوا؟ سؤال الى الدولة والحكومة والبرلمان والاحزاب والنقابات والمؤسسات الرقابية، اين هي زيادة في معاشات المتقاعدين؟ انها مهزلة وعار. قالوا زعما ها النقاشات ديال المعقول. واحد قال له واحد الاخر شنو قالوا؟ قالوا السي فلان، سميتو ما غنسميهاش، قالوا السي فلان هضر على الرفع المفاجئ لثمن البوطه، حسبنا الله ونعم الوكيل. واحد قال له كلنا فلان حتى ينال شهاده الجامعيه ويحصل على دبلوم الصحافه وبطاقه الصحافه المهنيه باش ما يبقاش يزمتو المهداوي. واحد قال له راه محنك العبارات اللي شويه قاصحه ضده، اخلاقي انا ما نقولهاش، كيبقى الناس شغلهم هذاك. قال له باقي اليوم هذا ما، قال له باقي اليوم هذا ما برتيش. قالوا تكلم على المقذوفات اللي سقطت على ايين هذا نقاش. قالوا اسمح لي ولكن صدقا راك غير كتخربق. وللعلم فان اي شخص يفتقد الرد المنطقي فانه ينهج اسلوب التسفيه والسخريه. اظن انك غير مطلع على اولويات علم النفس الاجتماعي، عليك بها عندما تفتح لمثلك الاضواء ويتم تغييب العقلاء، فلا اظن البلد بخير. وللتذكير ما قلته ليس حدثا ولكن احدى خلاصات الدراسات الاجتماعيه. بيدي بيدي صراحه مني ليك كل احترام، لكن طريقة باش كتجاوب المهداوي ناقصة، ولا كتشوف راسك تقدر دير له مشكل راه ما غاديش نحسبوك واعر، واخا ديرها وما يغرك والو، واخا إلا كان شي حد في الدولة كيقول لك أنا معاك لأن المخزن في المغرب وهذه أحسن ما فيه، في أي لحظة يقدر يفندك وأنت عارف هذا الشيء أكثر مني، لأن المهداوي نهار بدا هذا الفيلم بيناتكم ناقشك في أفكار أنت كتناقشه في شخصه. المهداوي كيناقشك في افكار، اما انت كتناقشه في شخصه، مع انه حتى هو كيزلق شي مرات، في الاخير انت معروف ولد عائله مخلق، كنتمنى تجاوز هذا الشيء اللي كدير خدمتك. يا حي والله ما كنقص انا باره والباس عليك العزيز، الا اللي كانت شي حاجه فيها شي اساءات ماشي ليا انا طبعا، ولكن باره والباس عليك العزيز. هضر لينا في برنامج هذا البرنامج، لأن واحد البرنامج كيديروا ما نسميش، قالوا لي كتكرفص على النهضه وكذا، عيب وعار وحشومه على داك الشيء اللي وقع، خاص اعاده النظر معقول في دواليب. مازال المهم على اي بلا ما ندخلوا في هذا الشيء، جميع من اجل سحب الانترنت. قال لك جميع من اجل سحب الانترنت من منزل المهداوي رأفه باخينا هذا المرموق المخضرم، راه مسكين غاضح. المهم اصبحت المهم على اي. وشوفوا اخوتي المغاربه هذا الشيء اللي كنقول لكم اصدقائه، يعني حتى اللي كانوا الناس معاه خصهم يدخلوا يهاجموا، لا ما كاين حتى واحد، حتى اللي معاه ساكتين، حتى نفترضوا كاع. هذا شنو كتعني هذا اخوتي المغاربه؟ شنو كتعني؟ المهداوي دار لك الحناش، واحد قال له مسؤول كبير تصريحات كذا عليه، قالوا لا السلام الصحه.
قال له فلان الاجازه ثم الماستر ومرحبا. واحد قال له المستوى يعبر عن ان حتى الباك محال واش عندك. البنيه السريه فضحه حي. قال له باغي تلبس وعلى اين؟ قال له حماضيتي البساله فشي. واحد قال له الاجازه افلان المرايقي، شوف على تعبير كيدير مع كامل الاسف كان تحفظوا عليه، ولكن قالوا الاجازه يا المرايقي. هادشي في صفحته حنا كنقراو ما قال له كنا معاك حتى تشد الاجازه وتبرد من جهه المهداوي. واحد اخر قال له حشيها لك المهداوي ولا شنو هاد العباره، اسلوب ديال شخص دون الاجازه. ضرك يا صاحبي، ضرك صاحبي عندما وصلت الى هذه الوقاحه والزج بزوجته في صراعك معه. هل دونت حول غرق مقتل المغربية في ليلة صاخبة مع مجموعة من الكويتيين في ليلة حمراء؟ ألم تأخذ كالغير على بنات بلدك؟ وي يا يا الله، شو سميتها السيد سعيد مهور؟ احنا كتبنا غزتنا الغير على 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 العيالات في الكويت. هذا الانسان كيغير على المراه المغربيه، قال له انت ما كتبتي والو، سمعتي كويتيين دخلوا داروا في العيالات المغربيه قالوا ما هزتكش نفس على المراه المغربيه. قال له ما كتبتيش على المراه المغربيه اللي جاء اجنبي وقاس لها شرفها وعرضها واستغلها قاصر وماتت بنت في لابيسين وما كتبتي والو. قال له قال له ما هزتكش نفس على المراه المغربيه. بل وقبل هذه الحادثه الكويتي المغتصب لقاصر الهارب والمهرب بينما زملائك يتابعون بتهم جنسيه من 5 سنوات على لمس مؤخره حسب الى 15. المهداوي عايق بكم حتى هو المهداوي عايق بكم. قال له قال له هو يكرر تعيشيت ليلا وصباحا وقال لكم الملك ما غتاخذوش بوحدكم. واخا ما كاين باس هذا فيها قال له واحد العباره ما نحشومه نقولها، قال له ما هضرتيش على اش وقع في واحد البلاصه ما نقولهاش، قال له تبقى واحد العباره قاصحه ما نقولهاش. قال له كمل قرايتك وخذ البطاقه وليتي بحال شي على كلمة هذه ما نقولهاش. ليس لديك سوى العشوائيه والتخبط والتناقض والتفكك والحفر والتسلط والاستبداد والتعنيت بدون فائده، والله انه لصعب عليك في كل شيء. فأنت لا تساوي حتى أصغر أصبعه فقد كشف حقيقتك. لقد أضررت بنفسك وفضحت نفسك أمام الجميع وأظهرت صورتك الحقيقية عندما نزع عنك القناع، بقيت فقط تتربص وتضرب بالرأس مثل الأفعى. فشلت في جميع الملفات التي تناولتها فوالله لن تنجح وتفوز عليه بتلك العقلية. من اللي حيتو لقم ليه ياك من الفقير الفقير أخنوش الرأس مالي الليبرالي. واحد قال له ستن قال له عبارة هذه قاصحة بلا ما نقولها. قال له المهداوي واحد قال له المهداوي طاح لك على الضبرة. واحد قال له غير كتخربق اودي السي فلان، كلام طفولي بامتياز تستخفون بعقول المغاربة، اتقوا الله فينا. واحد قال له تحتو كيف جاتك الزيادة في البوطة؟ شفتك ضارب الطم وشكون بن زيدان دابا ولا نستاهلوا حسن؟ هذا ماشي استكمال الدعم واش هذا ما بقى عندك ما تخسر ايها كذا اللي فيك يكفيك بلا ما نقولوا شي عباره. عندما يتصدر التافهون كل التفاهات تنقلب اصول الانقلاب المفهوم والاصول التوابت خارج الجغرافيا والتاريخ والتفتح العلمي او التكنولوجيا حتى هو اللي باقي عاقل عليه. واو واو واو، شوف على ما قال ديال منتحل صفه صحفي سي الكالة شخصيا، أعلنت حكومة وعلى أين أخوتي كلنا فلان حتى ينال شهادته الجامعية وحصل على دبلوم الصحافة بطاقة الصحافة باش ما يبقاش يزمتو المهداوي. واحد أخر ختمها قالوا المهداوي ورقك أيها كذا، هذه ما نقولهاش، لا إجازة لا بطاقة لا مستوى غير في الهضرة الخاوية يا فلان يا فلان. ماذا يعني هذا؟ أنا والله تكيبقى كيبقى فيا الله شهد عليا واخا ما يتيقش هو ما عجبنيش نوصل لهذا المستوى. كيشوف المغاربه كيفاش دايرين، لماذا واخا عياو على حتى واحد، علاش الناس ما كيعايرونيش؟ على ما انا ما عنديش اخطاء، الناس بزاف ما كيتفقوش مع اسلوبي، كاين بحوايج عا كنخربق فيهم. المغاربه ما عندهمش داك الشيء محدد، غير ما يعرفوكش المغاربه، يعرفوك المغاربه بعدا معاهم واخا تغلط. الحمد لله كيلقاوني في فلسطين، كيلقاوني الناس ملي قاسوا الكويتيين، لقاوني في التعليم، لقاوني في البوطه، يلقاوني في جميع القضايا الشعبيه اللي قضني على الله. نقدر ما كنقولش الحقيقه 100%، انا بشر، راه كاين اكراهات كاين، ولكن تنقول واحد شويه. وحتى كما كيقول ميشيل فوكو تيقول لك اذا لم تستطع ان تقول الحقيقه على الاقل ان تكون في دائره الحقيقه. ميشيل فوكو تيقول لك ليس المهم ان تقول الحقيقه، المهم ان تكون في دائره الحقيقه. الحمد لله احنا في دائره الحقيقه، واخا ما كنقولوش الحقيقه ولكن كنقول لك احنا في دائره الحقيقه، اما الاخرين فهم خارج دائره الحقيقه. دابا غادي نمشي للنقاش اللي مهم. والله الا مشيت لهذا النقاش وما قريت التعليق ديال رجل مثقف محترم جدا 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 لو كان كيسمح لي، ولكن ما عطينيش الفوفير، ما عطانيش الفوفير باش نخرج تدوينته في الواتساب.
مسكاني حتى هي عندي كنقرا. رجل مثقف، لم ارى شخص كيقرا بحاله تبارك الله. انا ما شفتش انسان تيقرا بحال هذا الانسان. شاف هذا الشيء اللي كتب هذا السيد اللي كيمس الاعراض ديال الزوجات، اللي كيمس الاعراض ديال الزوجات وديال، رغم انه حتى هو مست واحد الوقت، مس عرضه هو شرفه من طرف نفس الشخص. واحد الشخص كاين في امريكا متخصص في الاعراض، عنده واحد كيجيو الهوارش على الاعراض ديال الناس. وكيفتخر بانه كيمس الاعراض. خاصك دابا حنا اخطر بعدنا في المغرب دابا، شنو هو؟ انا نقول هذه الكلمه عاد نمشي. كان واحد الوقت في المملكه المغربيه، عرفتي الا قلتي اسرائيل كتحشم، ويعرفوك مع اسرائيلي الي كانت اليهودي. حنا نتحفظ على هذه العباره، ديانة اليهودية ديانة سماوية لكل احترام، ولكن على المولود. عرفتي لا عرفوك مع اسرائيل ولا عندنا عادي مع اسرائيل. عرفتي واحد الوقت اللي خسرتي الهضره وسط المجمع، وعندنا عادي في اليوتيوب اعراض وراء اعراض عرفتي سب. عرفتي واحد تغير، واحد تحول قيمي. شكون اللي كيخدم على هذا الشيء؟ اللي كيستهدف قيم المغاربه راس مالهم، وعادي مع اسرائيل. انا نقول لكم واحد الهضره ونتمنى ما تفهمش خطا، شي مؤسسة الأمن والله ما كان نافق، احترموها. والحمد لله شي شاهد البوليس كيفاش كان بحالي بحال المغاربة، وكان فتخر بها، وكان تحول في سلوكها نوعي، ماشي داك التحول 100%، ولكن المؤسسة الأمنية أفضل من البارح كاع دوك اللي سبقوا، أحب من أحب وكره من كره. علاش جبتكم هاد الهضرة؟ وسمعوا باش نقول واحد المعلومة. شي واحد الوقت الصحفي، حنا ما كان حتى دابا لاحظوا شنو ولا دابا، شكون اللي كيتسابق يقول أنا بوليسي؟ واش ما تابعتوش في المغرب؟ شكون اللي كيتسا دابا؟ اش دارت المؤسسات الامن؟ ولينا عا بعضياتنا صحفيين كندابزو، شكون اللي بوليسي اكثر؟ شكون اللي وطني اكثر؟ واحد الوقت كان الصراع مع النيابه العامه، كان الصراع مع وزاره الداخليه، مع البصريه، كان اخطر مولا. اليوم رجعت لمؤسسات اللور، اول خرجوا لنا اليوتيوبرات والتخوين. شو اللعبه اللي وقعت؟ علما ان هذا النقاش ماشي صحيح. راه انت صحفي، راه ما كاين باس تراقب المؤسسه الامنيه وتراقب جميع المؤسسين، الا بعض الامور اللي كتكون عاوتاني في حدوده. دابا تصور تقدر تقول شي حاجه في المؤسسه الامنيه، واش المؤسسه الامنيه زوينه؟ ايه سؤال، واش يمكن شي غلط شي بوليسي؟ سؤال الا غلط، واش كاين شي واحد في المغرب يقدر يقول فيه شي كلمه؟ الا قال واخذوا الخياله العظمى. انا بغيت نوصلكم هذه الفكره، اصبح التقرب الى البوليس. نتمنى السادات البوليس ما يتقلقوش من الهضره، بكل احترام تنقول لكم خطورته. عرفتي الا تقربتي من البوليس صافي، ولا انتقدتي راك هي عاديه، بالعكس علوان قوه ديال الديمقراطيه وديال الحل. لان اوروبا كيناقشوا البوليس والجندارم والقياده، كيناقشوا رئيس الدوله هنا في المغرب اصبحت الخطوره، اصبحت تبحليس. والله ما البوليس اللي مسؤول، ظهر واحد البحلاسه الحاسي الكاب، مصيبه كحله، ولا واحد البراج في النقد. كيفاش تقدر تناقد دابا؟ دابا لاحظوا هاد الحوايج اخوتي، تولي تقول انا اسرائيلي في المغرب عادي، تسب الاعراض والزوج، عرفتي التطبيع مع قله الحياه تدريجيا، تطبيع في هذا الزمان. تجي ودير ميكروفون، انا واحد كيقول مثلي كنعس مع فلان وكيتسالك في اليوتيوب تدريجيا. شنو هو ضحايا هذا الشيء؟ كاع المؤسسات. شنو احنا باش كنتميزوا؟ بالاسره المغربيه، كنتميزوا بامارات المؤمنين، كنتميزوا بالثقافه، كنتميزوا بعادات، عندنا خصوصيه، عندنا بغيتي ولا كرهتي اي مجتمع. شكون هاد الجهه اللي باغي تضرب هاد راس المال، هاد الكابيتال هذا؟ ما يبانلكمش داك الشيء كعاب شويه، عاب شويه، عاب شويه. سياسي شفار، رجل الدين متطرف وكي باغي يغتصب على الاطفال، الصحفي مرايقي والجنس. تعطوني شي واحد صوره به، كل شيء موسخ. هذا التوسيخ ديال كاع الفاعلين والمؤسسات والنشطاء، كل شيء موسخ. لفائده من؟ دابا حنا مثلا المهداوي، اي انا ملاك عندي عيوب. لفائده من؟ واخا انا كالكيلو انا فيها 40%، خلي هذيك 40%، راه ما كاين ما يعجب في هذا المغرب، هذيك 40% ما تبقاش. اذا من له مصلحه في انه يحيدك؟ شي في الحبس الصحفيين، شي قراب، شي السؤال من؟ هنا غندخل للنقاش الجوهري مزيان ديال المثلي. المغاربه كتعرفوني كنهضر معكم بشكل مسؤول، ذلك الشخص اللي ما ماشي عام كنبغيش نسمع، انا قلت لكم اللي كيمس الاعراض ما كيبقاش يدوز من هاد الشنايف. اعراض، انا عندي خط احمر عرض اللي كيمس الاعراض ديال النساء اولا الرجال. ثقافه الاعراض كنعرفهم بسالي قبو، كنعرفو عنده ازمه نفسيه عميقه، كنعرف عنده شي حاجه في الصور، يعني واقع له شي مشكل في التربيه، في التوازن، ماشي بداك المقصود اللي كتفهموا اخوتي المغاربه. تنقول عادي هذا عنده ارتجاج، عنده هزه نفسيه، عنده مشكل، لانه كيعادي المراه، اذا عنده مشكل مع المراه.
كيعادي الام عنده مشكل مع الام وان اظهر حبا، كيعادي الزوجه عنده مشكل مع الزوجه. والله والله ثم رب سواه، ما يمكن شي واحد كيحترم مرته ويسيء لعيالات الناس، امبوسيبل. ما يمكنش واحد مرضي امه يسيء لامهات النساء، امبوسيبل. اللي تشوفوها سبت الام او اللي شي واحد سب الام ومشى للام عرفوا عنده مشكل مع امه. شفتوا شي واحده مشات للزوجه عرفوا عنده مشكل. هذه قاعده صافي باش نكون مع. ما يمكنش واحد مرتاح مع مرته ويجبد عيالات الناس، ما يمكنش شي واحد عنده استقرار اسري ومزوج بوليداته هكا ويسيء لزوجات الناس. هذه قاعده، اللي عنده نقص في شي حاجه كيحاول. فكاين بعض الناس كيجبدوا هاد. علاش جبت لكم هاد الفكره خوتي المغاربه اللي خطورتها؟ ما بغيتش نسمي داك الشخص لانه كيسب الاعراض، هاد المثلي قلت لكم راه ما كنسمعلوش. شدوا الناس داك المقطع ديال نهار اللي قال عمليه استخبار، قال لك هذاك المثلي مدخلوا عمليه استخباراتيه ناجحه. كاين ناس بزاف عندهم معهم العداوات مع هاد الخينه اللي ما كيتسماش، قالوا يا المهدوي شوف اش كيقول هي باش شفتها نهار العداوه. عاوتاني قطعوا لي دابا عاوتاني البارح هاد شنو قال؟ قال لهم دابا ملي حصل قال لهم راه تخمينات، قال لهم هذاك الشيء كان عاد تخمينات، قال لهم عاد تخمينات. قال لك عذر اقبح من ذنب او عذر اقبح من زله. شي واحد كيزلق من احسن يسكت او كيبقى غادي وكيغرق، ها كيغرق ها كيغرق ها كيغرق. سمعوا خوتي المغاربه وكنناجدكم، لا داك السيد اللي في المغرب كنطلبكم ما تبقاوش تصيفطوا لي هاد المقاطع ولا هاد الروابط رجاء، راه هدفهم بالله ها انتم وردتوا نبقى نهضر عليهم دابا وخا دابا فيها الخير، راه هذا هو الهدف ديالهم. رانا عايق بهم، رانا زلقت لهم، راه 3 سنين ديال التفرشيخ فيا، راه ما كاينش شي واحد خرج من الحبس وبقى بهذا العمر مبرزط بهذه الطريقه. كاين الناس بقاو ولكن حاضر كلشي كيخبط فيه، راه كنقاوم باش نستمروا شويه اخوتي. فانتوما ما تخدموش فخ ديالو، راه الفخ ديالو مبقى نهضر عليهم بحال هكا باش يلهيوني على التعليم 154 بوطه كذا تبقى تناقشهم. هذا مخطط المغاربه، راه بغاو يمسحوا الساحه، فما تبقاوش تصيفطوا لي هذه المقاطع. دابا ملي صيفطتو ما نقول لكم المخابرات المغربيه هي اللي دخلت هذاك المثلي. انا اجزم بالله العلي العظيم هي ما عندها العلاقة. أنا نقدر نقولها لكم بها، أنا نقول لكم واحد الحاجة، ما غاديش نحلف ما غاديش نحلف، ولكن عندي مش 100% قناعة ما عندها علاقة المخابرات المغربية بالدخول ديال هاد المثلي. حتقول لي المهداوي وكيفاش؟ يقدر يكون دخلوا شي واحد نافذ مقرب من شي محيط. سمعوا العبارات اللي كنستعمل معكم، ماشي المؤسسة ماشي المخابرات. ما يمكنش محامي بوحدو يدخلو، علاش؟ لأن هاد السيد راه سب جلالة الملك، سب ما عمر في تاريخ البشرية شي واحد سب جلالة الملك بحال هذاك، ما كاينش. مزيان، ما يمكنش محامي يغامر كيدير له تي مدخلو حتى السيد فيديوهاته كلها منشورة باش نكونوا بعقلنا. سؤال لبا هذاك ديال اللي ما كيتسماش، قال لك عمليه استخباراتيه ناجح. دابا باش يضفيو طابع شوف اللعب الخدم، باش يضفيو طابع المخابرات على هذا الشيء باش انت ما تبقاش تناقشوا من بعد ديك العمليه. كانت شوف راه غيسمعوا المخابرات اللي ضد دخول مثلي غيسكتوا غيخافوا. قال له قول المخابرات. مزيان، قال هذه عمليه استخباراتيه ناجحه. ومن بعد شنو ولا قال؟ قال لك هذاك عاد تخمين. واش انا وليت؟ قال لك والله اخوتي اذا والله اش واحد يقول لكم كتحلفوا؟ ما كنبغيش نحلف، يا ما كنسمع له. الناس كيقطعوا بعض المقاطع كيقول لك حيت انا خديت وكنقول لهم عفاك اخوتي بقاش تصيفطوا لي، ولكن جا داك الناطق هيك تعرف شويه كيقلبها كيك وكاكا داك الضحك الخاوي ورا خرجات القرطاسه. تعرف شنو هي عمليه استخباراتيه ناجحه؟ بمعنى انت بورت بارول للمخابرات، بمعنى انت عندك علاقه بالمخابرات. وانت في امريكا راه تعرف مخبر عندها في امريكا راه تخليه عطرخيه، وليتي خطر دخل، وليتي خطر تما غيستقطبوك دابا. امبوسيبل امريكا نقولها كيك وكاكا والله لازقلوك، والله المخابرات الامريكيه لازقلاتك، والله المخابرات الاسبانيه لازقلات داك المثلي. هذه حيدها من راسك، واخا يكون هذا الشيء كيما بغيتي صافي انتهى الكلام، ومتبعينك بالفصيله وختها. إذا وليتي خطر على الأمن القومي المغربي، لا أنت ولا المثلي دابا. علاش؟ لأنكم فضحتوا راسكم. نمشي لواحد النقيطة دابا مهم، شنو قال؟ قال لك عملية استخباراتية ناجحة. ومن بعد شو ولا قال ملي حصل دابا وشي واحد وقيلا قرص له ودنو، اش قال لهم؟ قال لك لا هذيك عاد تخمين. كيسحب لهم كيهضروا مع شي واحد عندهم الكرون
دوك القرى احنا رانا الناس راه بعقلهم، ملي كيكون شي حاجه فيها التخمينات كتقول كنظن، كتقول كنعتقد، كنفترض، انت شنو استعملتي في العباره؟ ونخرجوا لها نيشان، عباره نخرجوا لها نيشان تفند ان العمليه في اطار تخمين معلومه. كي قال له قال له ودابا نخرجوا لها نيشان، هذاك المثلي ماشي شخص وانما عمليه استخباراتيه ناجحه. ملي كنكونوا كنخمنوا ما تنقولوش نخرجوا لها نيشان، عباره نخرجوا نيشان تستعمل في اطار اليقين او تصريف معلومه مؤكده. واحد جوج، ملي كنكونوا كنديروا التخمين ما كنقولوش ناجحه في الاخر، عباره ناجحه. الناس اللي كيقراو اللغه اللي كيقراو الجمل انطولوجيا، لا تعرف شنو هي انطولوجيا، عمليه ناجحه. ثلاثه، اللي كيكون التخمين كان ممكن اليوم يدافع على فكرته بواحد الطريقه، كان يقول التخمين اذا هذيك الفكره تسوفلها سوفلها لك شي واحد باش يحاصروا النقاش المادي مزيان، وبارت البضاعه تفرش اللعب مزيان. دابا نمشيو لواحد النقطه اخرى، واش المخابرات المغربيه وراء هاد العميل يدخل؟ نقسم لكم بالله، واخا ما كنبغيش نحلف وعارف حلف خايب، غير سمحوا لي اخوتي المغاربه، ما عارف خطا في خطا الحلف، ولكن تنبغي نهضر بقناعه، راه باين لم تكذب ولا لا. شي المغاربه راه من كريماس وجهك حركاتك والله لا قول بشيهم، تقدر تكذب على واحد، راه كنهضر قدام الراي العام، رقاب الملايين كيشوف فيا دابا يعرفوني كنكذب ولا ما كنكذبش. شي اللي نقول لكم من قلبي خارج صدقا، لا علاقه للمخابرات المغربيه بدخول المثلي. عاد قول لي المهداوي علاش؟ انا نعطيكم القرائن. القرينه الاولى يستحيل ثم يستحيل، بلاتي 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 باش نعطيكم القرائن، كاينه واحد العمليه خصها تدوز مهمه. هذاك الشخص المثلي شنو كيردد؟ تيقول لك انا كنت عايش وسط المعارضين وخوانات ضد الوطن، هما اللي كانوا كيعمروني وكيحرشوني، ما لاحظتش واحد الملاحظه؟ نفس الهضره كيقول هذاك اللي ما كيتسماش امريكان. شنو بغيت نقول لكم؟ اذا الشخص اللي اثر اللي في اسبانيا هو نفس الجهه اللي اثرت الشخص اللي ما يتسماش اللي في امريكان. نفس شي واحد قال لهم هذه الكلمه، قول وكان ندير في هذا المعيور اللي قول راه كانوا كنت محرش وراه كتمقرقب ولا كان مصمكن لي راسي. شحال اللي حولي قاعد المغاربه اللي في الحبس يخرجوا كانوا عام صمكن، وحنا الدبابه عيط لك السيد السي علي الطرشي، لا السي علي الطرشي راه كان كنت محرج ذاك والسي مدام وناصر الزفزافي مالكش كنتي كيفاش ناصر الزفزافي يقول لهم واه كنت محرج ذاك وبو 20 عام وكنا نقولوا عام محرجين وعاد ولا سقطت مع محرجين ما كاين باس. مسكين مول الكاسكيطه ما قالش سمحوا لي، المسامحه كتكون عام ومول الكاسكيطه ومول واخا. فكره مهمه، شنو هو اللي كيفند علاقه المخابرات بهذا الشيء؟ وكنعتذر للمخابرات المغربيه كنهضروا فيها وكنجبدوا والله سيدي بمنتهى المسؤوليه، ولكن هذا السحور الدراري ها اش كنقول لكم التبعات كيور ولا يجبد بنادم الملك ولا يجبد بنادم مخابرات. واخا، ما الذي يفند انه لا علاقه بالمخابرات؟ الف، هو ان هذاك السيد اللي ما يتسماش في امريكا مثلا قال لك القضاة كيصدروا الأحكام فوق أجساد العاهرات، لا يمكن للدي اس تي ولا يمكن للاجيت، والله لا دوزو هالو، لأن القضاة غيتقلقوا من لاجيت، القضاة غيتقلقوا من الدي اس تي، ما عندهم ما يديروا غير والدي اس تي، ما يمكنلهاش تقلق القضاة ولاجيت ما يمكنلهاش تقلق القضاة. أول قرينة، إذا هذا السيد ما عنده علاقة بالمخابرات المغربية. أنا نقول لكم مع من يقدر يكون عنده العلاقة. يستحيل نعاودها، يستحيل الدي اس تي تسمح في شرف وعرض القضاة، والله لا دوزتها لك. ويستحيل لاجيت تقبل شرف وتقاس شرف القضاة، والله لا دوزوها لك. هذه حيدها من راسك. مزيان. إذا المخابرات ماشي هي اللي وراء هذا السيد، وكيما ماشي هي اللي وراء ذاك السيد ديال المثلي. شنو هي القرينة الثانية؟ شي واحد يقول لك هذاك ديال دي اس تي، والله ما يمكن. علاش؟ لان داك السيد المثلي راه تبول على العالم الوطني وقاس الجيش المغربي، يستحيل دي اس تي، لان كيفاش لاجيت ما تقلقش امبوسيبل. اذا ما عنده علاقه بالدي اس تي كيما عنده علاقه بلاجيت. مزيان.
شنو القرينة الأخرى؟ وسمحوا لي غنشخصن شوية في هذه، ولا ما نحلف الله شهد علي اللي غنخرج من قلب الله الله وشهدن علي هضرة قديمة. هذه شي جوج سيمانات ما قلت لكمش ياسين المنصوري ولد الناس سمعنا عليه، وهذه ماشي كيعرفوه الناس، ولد شي إمام ولا شنو، هو ربي متدين. وأنا نقول لكم علاش، وقلتها في حلقة دي جوج سيمانات باقي ما كاينه لا مستخبارات لا مثلي، جابها النقاش. عرفتي فاش جبدتو؟ جبدتو معاه كانوا يروجوا حقا عنده علاقة باعتقال الطاوجني 4 سنين. قلت لهم هذاك السيد بحكم كنسمع عليه يستحيل، وما الطاوجني فاتح بزاف الجبهات ربما كذا، ما نعرف راه ما كيخلي فين يهضر، ربما تقدر يكون. ولكن استبعدت انا يا لاجيد وقلت كلمه في حقه والله شاهد عليا، هذه في السي المنصوري. السي الحموشي شحال مره جبدتو؟ قلت لكم سحب لي شكايه، قلت كذا وكريت العصا وكذا. علاش كنستبعد لاجيد والدي اس تي عندهم علاقه بهذا المثلي؟ قارينا الاخرى، هذاك ياسين المنصوري عنده واحد الصوره كيعرفوها المغاربه من الناحيه الدينيه، متدين متدين مزيان. عبد اللطيف الحموشي والله اخوتي لا القي عليهم ورودا، يمكن يكون عليهم مؤاخذه في شي قنطور شغلهم هذاك. خلينا نهضر لكم انا في داك الشيء اللي كنعرف، انا ما عندي عليهم حتى شي معطيات، مش ماشي شي واحد يصادر رايي. يقد يكون شي حاجه في السياسه، مصلحه الدوله، خداو شي قرار، ما نعرف كيفاش داير، ولكن كنهضر لكم كاشخاص زعما باش نوصل غير المس بالشرف والاعراض ديال الزوجات وهذا المثل يدخل. عبد اللطيف الحموشي متأثر جدا وربي شاهد، واحد المعطيات اللي سمعت ماشي عامل عند واحد الأكاديمي بعد ما سمعتها سمعتها من عند واحد يعني هذا طبيب كيقول لي خوه خو عبد اللطيف الحموشي قال لي رجل متدين، قال لي وعبد اللطيف تأثر بأخوه الكبير، قال لي وبصح عبد اللطيف الحموشي قال لي متدين، قال لي شوف قال لي نقول لك قال لي عم قال لي اقرا معاه في الثانوي الله شهد عليا، قال لي متدين ويستحيل يقبل هذا الشيء ديال الاعراض ديال. اذا شحال كاينه من قارينه يستحيل الجيش على انه يقيس تيستي، ويستحيل تيستي تقيس الجيش، زعما يدخل واحد حتى السيد قاس العالم، قاس البوليس وقاس الجيش. يستحيل هاد السيد هذا قاس القضاة والجيش ولا الدي اس تي يضحيوا بشرف القضاة، يستحيل يستحيل. وعاد باقي كيسب الوزراء مؤخرا، باقي ماشي نقولوا شي واحد دابا دار مراجعة ورجع، لا باقي كيسب الأعراض، وحتى لا انتقل من الأعراض كينتقل من كينتقل هو قدروا يسب الأعراض، غا واش عارض مواطن ولا عارض مسؤول ما كيهموش، هو مبلي وملي كيفي قصوا ينهي الشعارات بليا الهواج الاعراض، ما يمكنش يجي لك خطاب انساني وحقوق هذا حيده من راسك، ضروري خصو الاعراض. لهذا كنقول وسمح لي يا سي المنصوري والسي الحموشي امبوسيبل الناس اللي كيدينوا كيصليوا شي يقدر ما نعرف يقول لي شي حاجه اخرى، ما نعرف سياسه ولا امنيه ولا في كذا، انا ما ندخلش ما عنديش معطيات، ولكن اللي انا متاكد ما يقيسلكش عرضك، ما يمشيلكش العرض، مشي ديالهم هادشي. يعني اللي مشاو لزوجاتنا والله انا نحلف عليها ما عندها علاقه بال لا بالديستي ولا كاينه حاجه ثالثه. المخابرات المغربيه وهذه مهمه بزاف، المخابرات المغربيه دخلت البشير الدخيل كان سفير البوليزاريو في سويسرا ومن بعد ولا في اسبانيا، دخلته المخابرات المغربيه. المخابرات المغربيه دخلت ولد السويلم هذا مستشار ديال محمد عبد العزيز، شوفوا المخابرات المغربيه اش كتدخل، ماشي كتدخل مثلي سب جلاله الملك، لا كتدخل ولد السويلم. المخابرات المغربيه دخلت سميتها كجموله بنت ابي، هذه كانت رئيسه اتحاد النساء الصحراويات، دخلتها المخابرات المغربيه. المخابرات المغربيه دخلت البشير حكيم وزير الخارجيه والاعلام ديال البوليزاريو. المخابرات المغربيه اش دخلت؟ اش دخلت؟ البشير حكيم وزير البوليزاريو، هذا وزير ديال البوليزاريو في الاعلام وفي الخارجيه. المخابرات المغربيه شكون دخلت اخر؟ دخلت الحضرامي
كان عامل في سيدي قاسم وفي الصراغله دابا هو اللي وقع في قلمين. الحضرمي واحد من الاطر الامنيه، هادو اللي كنعاودكم مؤسسين البوليزاريو، الشيء اللي اسسوا البوليزاريو دخلتهم مخابرات المغرب اكثر واحد كاع. وفي عهد الملك محمد السادس هذا ايوب الحبيب، تعرفوا شكون هو؟ العقل العسكري، العقل المدبر، اخطر عقل عسكري، اقوى رجل عسكري هو ايوب الحبيب. نهار مشى ايوب الحبيب البوليزاري وقع عندهم فراغ تما نهايه ديك الجماعه ديال، دخل في عهد الملك محمد، كنظن عنده تصوره الا لقيتها في جوجل غادي ننشرها. ايوب الحبيب دخلته المخابرات المغربيه بعمل جبار. عرفتي باش دخل ايوب الحبيب اللي هو العقل العسكري الخطير كاع مرض البوليزاري، وباش دخل البشير الدخيل، وباش دخل ولد السويلم، وباش دخل الحضرامي، وباش دخل ابراهيم حكيم، وهاد المخابرات بهاد العظامة أدخل هذا كيسب جلالة الملك ويسب الجيش ويسب الجنود ويسب بمعنى آخر. أتقولي شنو يقدر يكون وقع؟ الذي وقع حسب قراءتي المتواضعة شي واحد، هذاك الواحد شكون هو؟ هو اللي عطى داك اللي ما كيتسماش اللي كيبغي يقريه الحكم ديالي، هو اللي كيبقى يعطيه بعض المعلومات، هو داك الشخص. شنو كيوقع مثلا باش الصورة تكون واضحة؟ بعض المرات في الدولة وهذه في العالم المغاربة، بحال مثلا سميتو رئيس أمن القصور، شنو كان سميتو؟ والله ما عقلت لي، تورط في المخدرات إيزو. يا هو في الدولة يلا وشوف واش الدولة مسؤولة على سلوكه، دار المخدرات. بيوي دابا بيوي اللي مشدود هو الناصري، ما كاينش جندار، واش ما كاينش جندار في الحدود دابا؟ انت عندك كيكون شي واحد مخترق كيدخل لك شي واحد، يدخل لك شي كذا، اذا كاين شي واحد انا كنعتبره نافذ مقرب من شي محيط معه، وربما شي واحد يقدر يقول لهم مثلا راه فيها مصلحه ولا ما نعرف شي حاجه، تكون شي حاجه بحال هكا، ولكن اعتقد شي واحد مقرب من، ولكن اللي ثابت، اللي ثابت ان هذا السيد هذا إساءة بالغة لينا لبلادنا ولا يشرفونا. وعنقول لكم على الهضرة واللي بغا وما كاع ما تثيقوا، نحن نحب هذا البلد بمؤسساته ونحب جلالة الملك، وهذا اللي كيف قصوا هذه اللي كتشعل فيهم العاف، نحب اللي طاول على جلالة الملك، والله ما نتعاتقوا معاه ما كلفان، والله ما المخابرات المغاربة كمؤسسات. أنا كنقول شي واحد نافذ مقرب من شي محيط ما هو اللي هو مول الدبابة. أنا عندي قناعة هذاك اللي دخل شي هو مول الدبابة، هو نفس الشخص نفس العملية، كيبان لك عمل غير مسؤول غير التخربيق. شي مول الدبابة هو مول المثلي، هو مول داك اللي كيدخل داك السيد، هو اللي كيسيء المجهودات المؤسسات. تم اللي باغي داك السيد فيه شي مصلحة هاد البلاد المثلي خليه تما في اسبانيا، دير له ندوة صحفية في اسبانيا سيدي، لا جيبوا لي الرباط انا العاصمه شحال يجيب كاع. لا داو لا عمليه استخباراتيه كيما كيقول لك زعما، عطيوني شنو هو الاختراق زعما، شنو هو ما فهمتش شكون اللي يدير دابا؟ بلاتي 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 انقلاب على المغرب ولا عبابو عبابو بوسط الجيش داخل وعبابو ما طفر والو من النظام عبابو. الحركة الوطنية والبلانكيين بلا ما ندخل في التفاصيل، وقع شي انقلاب ديال الافقير الاول وما دا والو. البرلمان الاوروبي، برلمان اوروبي خذ قرار فاش اثر على المغرب، عاد غيقيسوا عاد المثلي غي زعما خطر على حتى واش بقاو كيديروا لنا شو شو واش عباد الله شخص غيطيح نظام ولا جوج مؤامره، قال لك المثلي غيكشف لنا على مؤامره هذا السيد مؤامره. قال لك مؤامره بحال واحد السيد سمعته مع احترامي له هذاك وجهه نظر، قال لك علقنا على الاحكام كنأثروا على القضاة. واش القاضي كيتأثر بشي يوتيوب ولا بشي صفحه؟ قاضي كيسمع لك، عندنا حكم ديال محكمه النقد بعدا، قال لك القاضي التأثير هو خص تكون علاقه مصلحه بعدا رئيسه. واحد الفكره هذيك المسيرات اللي دارت على انا نشطاء الريف في اسبانيا وفي هولندا وفرنسا والعالم خارج على هولندا، الترشيح شحال عالي الترشيح كم؟ هو الطلفي. والناس يوم يقولوا دبابه والمسيرات، كاين شي قاضي تاثر بشي حاجه؟
واش القادم كيبغي يحكم عليك يبقى يسمع لشي واحد يسمع للشارع يتاثر بتصريحات ويتاثر. هاد الصوره نعاودها لكم، خرج الناس بالملايين في هولندا وبلجيكا وفرنسا، هل تاثر القاضي علي الطرشي وهيئته الموقره اصدروا احكامهم؟ وصل الاجواء ديال الشوارع والحيحه في فيسبوك، والفيسبوك تيغني في المغرب، والقاضي اصدر حكمه تاثر. الحسن الطلفي تاثر. الفكره هذه زعما ما خصنا راه النقاش زوين وسط المغرب، خليو الناس تناقش غير عاوتاني بالادب والصواب، ماشي بلا ما نبقاي نقز، وتكون عنده ثقافه شي شويه قانونيه ويقول هكا كيبان لي، ويقول يقدر نكون غلط يقدر نكون، ولكن مزيان نناقش والنقاش. كون ما كانش الناس في ديك البنت ديال تيفلت شكون راه الراي العام اللي ضغط، والنقاش فيسبوكي عاد ولات من عامين لعشرين. كون ما كانش النقاش كون عنده فكره واضحه ما فيهاش، فما كنبغيش عاوتاني، لان كاين بعض الاخوان كيعبروا بحسن نيه ما نبغيوش ندخلوا معاهم في باش ما يبانش بانه نستهدفهم، لاننا نحسن بهم الظن في هذه الفكره فقط كنوضحوها. اذا اخوتي المغاربه يقعوا، اذا هذه فكره واضحه، قدر جدارمي راه كاين شبكات، كاين وكيل الملك معتقل، باش ما يبقاش يبان لكم اي حاجه الدوله، ولكن هما هذوك اللي كيعد راسهم مطورين راهم اداو المخابرات المغربيه، والله سيدي لما اداو. طبعا نعطيكم واحد المثال، بحال دابا داك اللي ما كيتسماش في امريكان جبد لي الزوجه ديالي، واحد السيد مشى جبد الزوجه ديال واحد المسؤول امني، انا كنقول لذاك السيد واخا ما كنبغيش ندخل هاد خوتي، انا بغيت حيت الواد حمل كنبغي ننبه، انا ادين جا داك السيد اللي جبد ديك الزوجه ديال داك المسؤول الامني ادينه، ولو يكون كيدافع عليا ولو يكون كيدافع على زوجتي، لا سيدي لا اقبل هذا النوع من الدفاع. العيالات بوحدهم، انا نبقى معاك انت 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 انا وياك نتقاتلوا، نجبد لك الادير شي اللي تشوفوا، جبد الزوجه في الصراع عرفوا ضعيف، عرفوا مهلوك، عرفوا مخروق، عرفوا راك جمعتي له الدبوح، بقى عنده فاش يتشبط الا الاخلاق والقيم. دابا ما غاديش نعطي امثله، انا دابا النظام الجزائري ندينه وعدونا وانا معاكم كاين شي واحد، الجزائر عندهم مواجهات عندهم العنف بعضياتهم، واش عندهم الثقافه الاعراض والزوجات؟ انا كنتسائل الجزائر عندهم الثقافه كيمشيو للاعراض، مشاو لينا حنا ندينهم، عقلتهم اللي جبدوا لنا اعراضنا حنا، لان كنسول حنا بيناتنا كمغاربه جزائري بيناتهم، انا والله ما عارف عارفهم كيتسابوا، عارف عندهم واحد الجماعات هما دون المستوى، هذا الشيء انا معاكم فيه، لكن حنا عندنا ثقافه الاعراض، عندنا في المغرب عندنا ناس في الاعراض كيسبوك يدخلوا المؤسسات والمجتمع، من شجع على ثقافه الاعراض وسط المغرب اكبر خطر يهدد استقرارنا هو انك تفتت الاسره باخلاقها وقيامها. حنا عندنا ملي كنشوفوا المعلم كنزولوا الكارطابل، نهار الكنازه هذا يهز العمود يحفر هذا يجيب كذا، كتولد المراه كديو البيض، عندنا ثقافه، حنا عندنا المراه البوليسي، حنا انا هذه معروفه البوليسي ولا الجدارمي، اون فوا كيوقفك في الطريق ولاحظوها كيشوف معاك مرتك ولا امك ولا باك، ماشي نفس التعامل، ما يمكنش يغيرك، غير تيشوف معاك الاسره، هذه ثقافتنا، البوليسي كتكون في الطريق تيدير لك هاتي يشوف معاك مرتك او امك او باك، كتحس قدسية الأسرة، قدسية الزوجة، قدسية الأم. اليوم بان واحد البشر ما عندوش عنده مش مصيبة كحلا. هادشي يقول لنا جيب لي مثلي، جيب مثلي، وتمشي ودير له ميكروفونات في الرباط. ومن حصل اليوم هذا؟ إذا هذاك اللي جبد الزوجة ديالي اللي في أمريكا اللي ما كيتسماش، هو اللي خلى الآخر في شي بلاصة أخرى يجبد الزوجة المسؤول الأمني، وأنا أدينه، والله واخا تكون كدافع عليا، ماشي أخلاق هذيك. هذوك عيالات محترمات محصنات غافلات مؤمنات، ما ندخلهمش تحت اي ظرف، تحت اي ظرف. ولكن السؤال شكون اللي جبد الزوجه ديال الامني؟ هذا اللي في امريكا، حيت قلت لكم راه هاد الناس كيخلقوا مشاكل. دابا المخابرات شحال كتاكل ديال العصا؟ والله ما عندها علاقه، ولكن هادو ولاو كيوهم، هما كيوهموا الناس راه محسوبين عليهم، ولاو كيصوبوا كيشوهوا الصوره ديال المسؤولين، كيوهموا الناس راه عمليه استخباراتيه، من اللي قلبنا عليهم القوفه لا تكهنات شحال الحاولي. نقول لك واش انت غنلقاك ميل في حميد الدين؟ يلاه حميد الدين انت فيه، مشيت لك الميل ديال 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 24 لقيتك فيه، كيفاش؟ مشيت لك الميل ديال المهداوي شكون قال لك انا نوب عليه؟ يلاه شكون قال لك؟ انا بغيت نفهم مالك ما كنتي في الحسيمه؟ ما عيط للاستاذ المديمي، قلت له المديمي هذاك السيد كيفاش تنيب عليك؟ قال لي والله لجا قال لي حيد المحامون نبقى انا،
قلت له قالها لك؟ قلت له هكا قالوا لي ثاني عاوتاني في عكاشه. قال لي واحد حيد المحنقه عندها. قال لي وقال لي اعتذر. قلت له قال لك اعتذر؟ قلت له ثاني قالوا لي في عكاشه داك السيد كنت غنمشي غدا. قال لي اعتذر. قال لي واش يذبحوك؟ النفس. اعتذر. تصور انت كتحاكم عندك اعتذر. يلا نشوفك هنا نشوفك هنا نشوفك هنا نشوفك هنا. شوفوا اخوتي المغاربه اللي عندهم مصالحه الخاصه شغلوا هذاك هذه بلادنا وهاد المؤسسات ديال الدوله راه ديالنا. والله ما نسمحوا لشي واحد يسيء ليها ولا شي واحد يخوصصها. ماشي نقول لكم ديك العباره اللي كنقول دائما، ولكن تسع واحد يحسب المراه ديالهم المغرب ديالهم المؤسسه الملكيه، واحد كيصحاب المخابرات ديالهم، واحد صحاب البوليس ديالهم. راه ما ديال حتى واحد ديال المغاربه دوك المؤسسات كامله، وكلنا عندنا الحق ندافعوا عليها، واي واحد سائل ليها يتعاقب شكون ما بغى يكون. اذا عقلوا على هذه اخوتي المغاربه، المخابرات المغربيه جابت البشير الدخيل ودخلت ايوب الحبيب ودخلت كجمولة بنت أبي ودخلت لي ولد السويل ودخلت لي الحضرامي. مش المخابرات اللي دخلت أيوب الحبيب العقل المدبر رئيس الجهة الرابعة ولا الناحية الرابعة ديال البوليزاريو، أكبر عملية دارتها المخابرات هي جابت أيوب الحبيب. هذه غتمشي مؤسسة غتجيب ذاك المثلي لأنه كيسب الجيش وكيسب كذا وكذا. يعني هذه عملية ديال شي واحد هو اللي كيدير هاد. الله يجعل ربي يفضحو الا كانت عندو نيه يسيء لبلادنا ويسيء لمؤسساتنا، واكيد هادشي غيكون. انا اؤمن بان الدوله الفوق عندها شوف حساباتها كيفاش دايره، ولكن والله لا قبلت الدوله المغربيه هادشي. يعني حدود اخوتي البلاد واقفه، الله عز وجل هو اللي موقف المغرب، وبعد الله موقفها المؤسسه الملكيه، ومن بعد المؤسسه الملكيه موقفها المؤسسه المخابرات. عقلوا لهذه القاعده هذه. ملي كنقول المخابرات راه جاد والجيش والدي اس تي وبيان سور المؤسسات الاخرى هي عندها دورها حيوي، كل شيء مجتمع مدني حكومه واخا كنختلفوا معاها، ولكن هاد الناس تعرف هذا الشيما. اذا هادو ناس ما كنعرفهم حتى واحد ولاو كيهضروا بالمخابرات ومعلومه على المخابرات وكيصورونا حنا بحال المخابرات زعما مخروقه تتعامل مع اي واحد من هبه ودبه فقط باش يصفيوا الحسابات. ماشي صافي ولا انا واحد السيد شنو قال لي على داك اللي عطيتكم مع الفكره وغنسد هذاك المثقف اللي قلت لكم عظيم. دخل الصفحه ديال داك السيد اللي ما كنبغيش نسميه هنا في المغرب اللي صحفي اللي كيكون تصور اختار لي واحد دخل الجمله قطعها وكتبها لي. شنو لقى؟ قال لي وشوف. قال لي شوف هيا نقطعها لكم يا ريت تكون. شنو كتب لي؟ جمله خطيره جدا. بقيت كنشوف لقيته هذاك السيد كتب في الابواب المفتوحه ضد الابواق في الابواب المفتوحه ضد الابواق المفتوحه. قال لي حميد قال لي تامل في هذا السيد. قلت له مالو؟ قال لي تصور حدث وطني ايام مفتوحه البوليس اللي مفكون تكون فرصه للتعايش والتسويق. قال لي شوف استغلها هو لتصفية حساباته الشخصيه. والله العظيم رجعت للجمله بقيت في الابواب شو كتب في الابواب المفتوحه ضد الابواق المفتوحه. شوف كيفاش كيبخصوا كيأذيوا حدث وطني ديالنا كلنا احنا البوليس. كنا شوف قال لك في الابواب باش تعرف. قال لي شوف قال لي باش يصفي حسابه شخصي. قال لي غيضحي بالورش الوطني وبالحدث الوطني. قال لي وشوف كيفاش كيفكر. اخر محطه في هذه الجوله الاسبوعيه دائما ديال الاثنين هي البوطه والزياده في البوطه. انا نبدا نسول بعض الاسئله. سي عزيز اخنوش وحكومتك الموقعه ياك كتقول الدوله الاجتماعيه، واش كاين شي دوله اجتماعيه كتهجم على المقدرات وكتهجم على القوت ديال المغاربه؟ يا قلتي الدولة الاجتماعية وتستاهلوا ما أحسن، علاش غتزيد في البوطة ألف فرنك والخطورة المغاربة التي ما بعدها خطورة؟ غتزاد تدريجيا في أفق التحرير. الغازة المغاربة غتوليو تشريو البوطة لا قدر الله بواحد 3000 ريال 150 درهم ولا 140 درهم وربما 200 درهم كيما المازوط. هكا بدات العملية مع بن كيران. عقلتوا بن كيران راه بدا داك الشيء ديال رفع يد على المقاصة في المحروقة تدريجيا 2012 هو غادي شوية بشوية بشوية حتى دار لها الراق. شنو كان ديك الساعة كيقولوا؟ نفس المصوغ اللي قال بن كيران كيقولوا هذا هكا مالي الفلوس كيستغلوا البوطات وكيستغلوا. والله ما عاد هضرة خاوية، والله ما عاد هضرة خاوية. علاش؟ لأن كل ما كتزاد الكلفة ديال الإنتاج كتزاد السعر ديال المنتوج. بمعنى اخر انت كتصاوب شي بلاصه بطاطا، عطيتكم غير مثال بطاطا كتصاوبها في شي بلاصه وهذيك بطاطا كتقام عليك مثلا بدرهم مع البوطه وداك الشيء، ملي غتولي تقام عليك بطاطا الانتاج ديالها ملي انت غتولي ملي كيكون عندك حتى 20 بوطه 20 بوطه مثلا زادتك فيها واحد 300 درهم وراك غتزيد في بطاطا في الثمن. انا اللي غنستهلكها
اخر المطاف. اذا كتضحك عليا، اللهم انا قادر نشري بطاطا ب 1000 فرانك غدا غتبقى كيما المازوت دابا، عمر ب 13 درهم يهبط وعاود لمخك نفس العمليه. دوخوا المغاربه ولكن بنكيران يا بنكيران ما قنعياون هو اللي اسس لهاد الصاره اللي اسست فيه. تصور اليوسفي والله ما قدر، دوز ازمات عباس الفاسي جطو حكومه سميتو اللي بغيتو العراقي الحكومه ديال عصمه اي حكومه دازت في تاريخ المغرب لم تجرؤ على المس بصندوق المقاصه. صندوق المقاصه واحد الصناديق فيه شويه الفلوس مسكن المغرب باش يقدو ياكلو. الدوله كانت كتدخل الناس ما كانش عندهم جاي من بكري. تصور دابا اش غيديروا المغاربه كيما داروا لكم في المحروقات، شويه البوطه ما تلقاهاش، كلشي غيطلع المغاربه دابا، الملوي تشري الحرشه تشري الماكله كل شيء كل شيء غيتزاد عليكم بزيد ديال 1000 فرانك. وشي العامل داروا قال لك عطينا 500 درهم. دابا تشد ديك الطريقه باش كتبوا داك البلاغ، كتعرفوا شي واحد كيقول لك بحال الاستعمار دخل من الباب وخرج من الباب ودخل من الشرجم. دابا عطاك 1000 درهم بالزيادات و500 درهم كاين اللي ما شدوهاش كاع وغيزيد لك في البوطه، وملي غتزاد لك البوطه ديك 500 درهم غتبقى تجيبها شي وقت عبوطه. كاع مد اسيدي حيد كاع داك صندوق المقاصه كاع، دير واحد القضيه ديرها بحال الدول الاخرى، دير السميك. هيا فرنسا فيها شحال السميك ما عرفتش واش شي مليون ونص واقيلا، كاين دول اللي فيها السميك 2 مليون وكاين الشوماج، واخا الانسان جالس كيتخلص على الشوماج والانسان كاين التطبيب كاين التغطيه الصحيه كاين كاين كاين. حيد حيد عطينا نخلصنا غير مزيان. وشحال كاينه من الناس اخوتي المغاربه هنا في المغرب، ناس دابا نقولوا كلمه زادوا تاريخ ما خدام والو وغيتكوا بنيران هاد الزياده البوطه والمعيشه والغاليه. اعطيني شي حاجه دارت هاد الحكومه دابا زوينه لفائده الشعب، اعطيني عا شي حاجه زوينه غير حاجه. هاي دابا التغطيه الصحيه واش ما كتلاحظوش المغاربه واحد الملاحظه؟ تصور الاطباء ما كاينينش، شحال من شحال من الطلبه ما يقرا. انا بغيت نفهم واش كاين شي واحد كيعارض في هاد البلاد الاراده الملكيه. التغطيه الصحيه واش ملكي؟ كيفاش التغطيه والطلبه ما كيقراوش؟ فين هما الاطباء؟ ما فهمتش انا هاد المعادله، واش كاين شي واحد باغي يهرس هاد الشيء؟ كيما الفلوس اللي ترصدت للتعليم، في الاخر كتلقى راسك مكلاسي 154 في العالم في الجامعات. علاش ما كاينش علاش ما كايناش كما سبق لي شرحتها في مناسبه اخرى، يعني اش كيتسمى في السياسه العموميه من 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 التحديات تقييم، يعني خصنا فين وصلنا؟ شحال الاوراش فتحنا وما كاينش تقييم ديالها وكنتاقوا الورش اخر. ها السياسه برنامج التربيه والتكوين مشينا واحد الوقت المشروع الاستعجالي ها مسار عرفتي شحال ديال العناوين والسميات وما كديروش تقييم. كل واحد جا كيفتي فتوى جديده، كل واحد جا كيدير ورش جديد. ها الغاز دابا خوتي المغاربه، وشويه تلقاو الضو، شي داك الضو اللي كتخلصوه به؟ حتى الضو غتبقى تخلصوا شي وقت 1000 درهم المغاربه، غيبقى يجيكم الضو 1000 درهم 2000 درهم، راه عطى واحد الاشاره واحد السيد واحد، يعني غادي في واحد الاتجاه دير حدي راسك. يعني الدرويش والله لا لقى فين يعيش وسط هاد البلاد هذه السعيده. نختم بواحد الكلمه مهمه جدا، اولا غيكون في عشيه لايف. اصريت لان البوطه غيكون لايف مع الحسين اليماني خبير في هادشي ديال الغاز وديال المحروقات وصندوق المقاص. غيكون نقاش على الغاز نبغيكم تشوفوها المغاربه مع 9 ديال الليل بالضبط، غنديروا معاه لايف ونستقبلوا المكالمات ديالكم. نقول لكم واحد الكلمه جبدتها على هاد المحروقه، المغاربه المغاربه الحرار. شي تلقاو تسمعوا لهاد الفعايل الله يجزيكم بخير، كيبقى فيا الغديد. راه كاين جوج حوايج، كاين ناس عندهم المداخيل وباغيين يدخلوا بهاد القنوات اليوتيوب باغي نعيط طلعوا، وكاين حاجه اخرى الناس كيلهيوكم على المواضيع الحيويه. شي من يقول لي شي واحد البلاد واقفه على على في شخص ولا جوج ولا مقال، واش المغرب غيتاثر بمقال ولا بيوتيوب ولا بثلاثه اليوتيوبات؟ المغاربه قنوات قناه اليوتيوب زعما المغرب ضعيف وكيطاكيو المغاربه داكشي الفعايل. فقط الشعب المغربي ما يهتمش بقضايا، ما يهتمش بالبوطه، ما يهتمش بمدونه الاسره، ما يهتمش بالزلزال، ما يشوفش مصير ولاده، ما يسولش على الهجره السريه، ما يسولش على دوك الكويتيين اللي دخلوا لمراكش، ما يبقاش المغربي يسول على فلسطين. والله يا معده ديال اللعبه شي كاع اللي كيبقى يشخص لك. واش كاين شي واحد كيديروا محتوى على شخص؟ شكون هذا الشخص؟ ويمشي للزباله التاريخ. ترى عندنا 40 مليون خصهم بوطه خصهم ضوغه، وهضر لي هنا 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 هذاك لا هذا هذا زعما باش كيلهيوكم المغاربه. هذا هو المخطط. شكون مول هذا المخطط؟ هو ذاك اللي دخل الميتلي عنده هذه الاجنده، خلط الاوراق وكيبقى يخربق 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 حتى قاسم حتى قاسم بزاف الحوايج. وراش تقدر تضحي بي انا وتضحي بخر هو ماشي تما المشكل، ولكن ما تضحيش بالمصالح العليا ديال البلاد، ما تضحيش بحرمه المؤسسات.
واش عباد الله كيخلقوا مشاكل لمسؤولين امنيين كبار ويوليو تقاسوا لهم اعراضهم حتى هما ويقلقوا لهم بهذا الفعيل ديالهم؟ واش الناس كتعرف فيه كتلعب؟ واش ما كتعرفوش بان الله فوق كل شيء؟ واش ما كتعرفوش بان للظلم حدود؟ والله تتخلص اللي كتظلم الناس مهما تجبر الانسان، مهما تجبرتي راه انت راك ولد امراه وراه عندك امراه وبنتك امراه. هاد المسؤول اللي كيدير هاد السيد اللي مقرب من شي محيط، واش جلس غير دقيقه وقول يا انا منين جيت امي؟ انا عندي امي يا. وكيفاش كتقيس امهات الناس؟ كيفاش تسمح؟ كيفاش تو انت عندك امك؟ واش ما كتفكرش عقرام مهما كانت المكاسب اللي تحقق حقها بطرق اخرى؟ جيش يا سيدي، خلي اعراض، خلي اعراض الناس، خلي شرف الناس. واش يولي يتصف ويتسبوا شرف القضاة واعراض القضاة واعراض الامهات وشرف الامهات وما كاين والو؟ وبنادم في الحبس مشدود مسكين على تدوينه، اهانه موظف، خرج جيعان يعني. وهذا راه الضحك على الذقون، كيضر هذا الشيء، كيقلق. واحد نطبق معاه القانون، واحد شكون تيحمي داك اللي في امريكا؟ شكون تيحميه؟ هذا هو السؤال. تيسب اعراض القضاة، تقول لي القضاة الاحكام تصدر فوق اعراض القضاة، كيصدروا الاحكام فوق اعراض فوق اجساد العاهرات وكيمثل. شكون كيحمي هذا؟ شكون تيحميه؟ من يحميه باش يدخل المغرب هنا ويبقى يضحك على عباد الله؟ والوطن شنو الوطن؟ تخربوا الوطن وتقيسوا المؤسسه في الاخر جدر الوطن، ان الوطن هي هي هي. كاين شي واحد خرب الوطن قد هذاك المثلي وهذاك اللي في امريكا؟ والله ما كاين. شفت انا الناس بزاف وقحين، شفت الناس بزاف دون المستوى، شفت الناس هادشي. هادو اش قالوا؟ اش قالوا هادو؟ يو كيفاش؟ والمغاربه مساكن كيبغيو مالكهم، كيبغيو بلادهم، كيبغيو جيشهم، كاسن كيتغزوا كيشوفوا الاعراض. علاش؟ حيت كاين شي واحد مقرب من شي بلاصه فوق كل شيء. الدوله فوق الجميع والقانون فوق الجميع. احنا ما خلصناش. علاش قلتوا لنا القانون وخلصنا؟ كاين باس سيدي، ماشي وقت نقولوا كل شيء خصو يخلص. بهذا اي منطقه هذا انت تفرعل عليا؟ تبغى هذه كل مره مع محامي مصور انا في الطاليان انا في حي حي. واش هذا السيد عنده قناه، عنده القدره فين يبقى يتحرك في هذه العواصم كامله؟ اش كيدخل؟ اش كيدخل هذا السيد زعما؟ هذا دوخنا احنا مع الدولات ومنين كيجيو هاد الفيلات وهاد الديور هنا؟ فيلات في الرباط، فيلات وانت حياتك كلها عصافر، شكايه في كذا، شكايه في كذا. هادشي الشكايات بعدا غيجي واحد الوقت غيتحاسب عليهم تيبهدلوا المغرب. شكايه في كذا، شكايه في كذا، شكايه في كذا، شكايه في الدول في العواصم، شكايات 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 شكايات. حنا ما كنصادروش الحق في الشكايه، دير الشكايه اللي بغيتو، ولكن ما تعطيولاش انا حاجه فيها كنناقش. ما تعطيولاش الانطباع انكم محسوبين على المؤسسات ديال هنا كنناقشكم. ها مصلحتي كندافع على المؤسسات، اما دير الشكايه ما دير الشكايه، ولكن تعطيونا انطباع انكم قراب من شي جهاز ومن تحصلوا لا راه تخمين. تخمين نفس الهضره، نفس المواضيع، دنيا باطمه تلقى فيها هذا وتلقى فيها هذا، نفس المواضيع اللي تلقى فيها هذا، نفس القضايا، نفس كذا، نفس المديمي، نفس فلان. صحابكم بنادم راه عنده الكرول. كنشكركم اخوتي المغاربه، والى اللقاء.